خلينا نشوف ايه في ترند الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل والكلام اللي اتكتب على السوشيال ميديا بخصوص النادي. فهنبتدي بالوطن الرياضي، وقال لك سواريز يطلب الاطلاع على عقود اللاعبين ولائحه الثواب والعقاب في الاهلي. يعني بصوا، خليني اقول لحضراتكم حته عقود اللاعبين دي ما اعتقدش ان هو طلبها، لكن لائحه الثواب والعقاب في الاهلي اكيد ممكن ينسق مع كابتن سيد عبد الحفيظ، يكون هو الراجل عنده اضافات عايز يضيفها، عنده يعني رؤيه معينه للائحه دي ممكن تحفز اللاعبين بشكل اكبر، مع ان انا عارف الكابتن سيد عبد الحفيظ عامل لائحه ممتازه جدا سواء من جانب الثواب او العقاب يعني. فمدير فني حقه انه يتدخل في كل الشؤون الصغيره قبل الكبيره كمان تتعلق بالفرقه، فده حقه تماما لو هو طلب فعلا الكلام ده، فما فيهاش اي مشكله خالص. وانا احب قوي المدرب اللي يركز في كل تفصيل. ماشي كابتن سعد فيس طبعا حاجه جامده جدا، والراجل بصراحه ماشي في الجانب ده بشكل كويس، هو مدير الكوره. لكن في مدربين يقعدوا يقولوا لك ايه، انا يا جماعه انا ماليش دعوه غير بالجانب الفني. لا، انا بحب المدرب اللي يبقى حاشر نفسه في كل حاجه، لان ده حقه وده شغله. فعشان كل زمام الامور تبقى في ايده بالتنسيق مع كل واحد وتخصصه، فده جانب ايجابي يعني ان حدث. كوره بلس بيكلمه من خلال تويتر، الاهلي يبحث عن مهاجم سوبر بتوصيه من سواريش في الموسم المقبل. هل ده وارد؟ وارد، بل وارد بقوه. لكن ايه الدنيا بتمشي ازاي؟ في لجنه تخطيط للكره، وفي الكابتن سامي قمصان، وفي تقارير طبعا بتواجد الكابتن محمود الخطيب المشرف عام على الكره، الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، وطبعا شركه الاهلي لكره القدم اللي بتتمثل في رئيسها الاستاذ ياسين منصور. فبالتالي كل الكلام ده بتبقى عباره عن تقارير، بيبقى في تشاور مع المدير الفني الجديد. ممكن المدير الفني الجديد ما يكونش ملم بكل الامكانيات اللي تتعلق بانتداب بعض الصفقات اللي ممكن هو لسه مش عارف امكانيات اللعيبه اللي عين الاهلي عليها اصلا. فالاهلي بيبقى مجهز تقارير، مجهز صفقات في الرتوش الاخيره ممكن تخلص، بس في انتظار ايه؟ القرار النهائي من المدير الفني بعد ما يطلع على كافه الامكانيات اللي تتعلق باللاعبين المرشحين للانضمام للنادي الاهلي. المراكز هو بيحدد خلال الفترة الحالية من خلال رؤيته لبعض المباريات السابقة للفرقة، ومن خلال المباريات اللي بيقودها بشكل رسمي دلوقتي. فالموضوع ده مش هيخلص في يوم وليلة، لا ده بياخد وقت. بس وانت يعني بتدرس الوضع، الناس في الأهلي شغالين عشان يبقوا جاهزين لأي طلب ممكن يطلبه المدير الفني، وكمان جاهزين للرؤية اللي موجودة عند لجنة التخطيط للكرة والناس المسؤولة عن الكرة في النادي بشكل كامل. وبيبقى ناقص ايه في الآخر؟ التنفيذ. بس كل حاجة في وقتها بالشكل الانسب يعني. فده فيما يتعلق بالجانب ده تحديدا. طيب اليوم السابع بيتكلموا على الاهلي يوافق على اعاره محمود الموسم المقبل. محمد محمود ممكن ما يكونش بيشارك كتير، الاصابات للاسف عطلته. محمد محمود احد المواهب البارزه في الكره المصريه قبل الاصابه، ممكن يكون محتاج وقت عشان يرجع، الله اعلم. دي رؤيه النادي في الاخر، سواء قرروا انه يطلع اعاره او يكمل. لكن كل اللي اعرفه ان الناس في النادي يعني مقتنعين اقتناع تام ب يعني عوده محمد محمود لمستواه. بدليل ايه؟ بدليل تجديد عقد اللاعب من حوالي شهر قبل دلوقتي، جددوا عقده اعتقد 4 أو 5 سنين مقبله. فده معناه ايه؟ معناه ان في قناعه كبيره قوي عند الناس في النادي بامكانيات محمد محمود. حته بقى يطلع عاره ما يطلعش، دي هتبقى رؤيه فنيه للمدرب الجديد. محمد محمود النهارده موجود في القايمه، فما تضمنش اي حاجه، متغيرات كتيره جدا في الكوره يعني. طيب نروح لكوره بلس وحسابه على تويتر، وحاجة عامر حسين قال نهائي كاس مصر بحكام اجانب، ده شيء لابد منه طبعا يعني، دي حاجه مش محتاجه اي تعليق يعني. كمان يلا كوره حسابه على تويتر بيقولوا ان في مصدر قال لهم ان طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق عقب مواجهه الاهلي. كابتن طلعت يوسف طبعا من المدربين الكبار جدا والمحترمين قوي قوي، والواحد فعلا بيقدرهم بشكل كبير. وده خبر يعني اعتقد ان هو اقرب للحدوث، لان فعلا في تواصل مع الكابتن طلعت يوسف، بس مش هيقود الجونه في مباراه الغد، ممكن بعد انتهاء مباراه الاهلي يكون متواجد. طيب سبورت 360 وحسابهم على تويتر، نظام دوري السوبر افريقي 3 مجموعات مقسمه الى 3 مناطق جغرافيه، كل مجموعه تضم 8 انديه، ويتأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى بالإضافة لأفضل مركز سادس إلى دور الـ16. يتلعب بعد كده
14 مباراه بنظام الذهاب والعوده. طيب ده يعني اللي تم الاعلان عنه من خلال الاتحاد الافريقي لكره القدم بشكل رسمي على اجتماع اللجنه التنفيذيه للكاف امبارح. الناس هنا ممكن تسالني ايه موقف الاهلي؟ الاهلي ما فيش اي موقف معلن من خلاله بخصوص هذه البطوله. هل هي حاجه ايجابيه او سلبيه؟ وجهه النظر بالنسبه لي احتفظ بيها لنفسي من خلال شاشه قناه النادي، لان احنا بنتكلم بشكل رسمي على لسان النادي، فاحنا ننتظر موقف النادي في كل الاحوال بخصوص بطوله دوري السوبر الافريقي. هذه البطوله الجديده المفترض ان هي تنطلق في اغسطس 2023. في الجول واحسبهم على تويتر، ليه الاهلي هيرتدي الزي الاساسي والزمالك الاحتياطي في نهائي الكاس؟ اتحاد الكره اجاب قال الاهلي سيرتدي الزي الاساسي في نهائي الكاس لان المباراه بين الفائز من المباراه رقم 29 وهو الاهلي مع الفائز من المباراه رقم 30 وهو الزمالك وفقا للقرعه، فبالتالي القرعه قالت ان الاهلي ياتي قبل الزمالك، وبناء عليه يعتبر الاهلي هو صاحب الارض في نهائي الكاس وبالتالي يرتدي زيه الاصلي. المباراه في كل الاحوال يعني هتتلعب يوم 21/7 الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي، إن شاء الله الأهلي يكون موفق ويضيف بطولة كأس جديدة لدولاب. هنروح